عايز اقول لك ايضا في حديث عن كارثه بيئيه بتهدد القطاع الزراعي في العالم، بيقول لك الامطار بقت بتنزل دلوقتي في بعض المناطق ملوثه، يعني ليها تفسير علمي، دراسه علميه توصلت الى ان مياه الامطار في كل مكان على سطح الارض تحتوي على مستويات غير امنه من المواد الكيميائيه المرتبطه بالسرطان وامراض اخرى. ده يعني فده طب الناس هتروح فين؟ يعني معلوماتنا البسيطه ان الشمس بتيجي بتبخر المياه من المستنقعات والبرك وال وتحول الى بخار ماء نقي، ربنا بقى بيسوقه الى بلد ميت، يعني ميت من الامطار يعني. فايه اللي بيحصل؟ طب الامطار اللي هتنزل لنا دلوقتي من الجو هتنزل لنا ملوثه فتصيب النباتات. معايا على التليفون دكتور احمد فوزي دياب، خبير الموارد المائيه بالامم المتحده. مساء الخير يا دكتور احمد. سمور يا فندم. ماذا يعني المتواتر عن دراسه علميه تمت مؤخرا ونشرتها موقع العربيه نت على ان في الامطار في بعض المناطق ما بقتش امطار امنه، بقت بتسقط محمله ببعض المواد الكيميائيه الخطره يعني. لا يا فندم، الموضوع ده قديم حديث منذ الثمانينات، وهذا الموضوع منتشر ولكن معظمه يتواجد في الدول الكبرى المنتجة للسموم أو شديدة الكثافة بالنسبة للصناعة، وبيتم التخلص منها والقضاء عليها في البحار منذ زمن بعيد. لكن هذه التأثيرات لا توجد، ليست تأثيرات على الدول النامية زي مصر والدول العربية ومعظم الدول الإفريقية نتيجة السيطرة عليها قبل سقوطها. لأن حضرتك ترى أنه لا يوجد تأثير على البلدان الشرق الأوسط وأفريقيا؟ نعم. ولكن التأثير بيحدث في البلدان الصناعية. يا فندم البلدان الصناعية يحدث تحكم في هذه الأمطار نتيجة وإسقاطها، الأمطار الحمضية وإسقاطها في البحار. لكن بتبقى بعض الرذاذات الخفيفة المتواجدة في هذه المياه، وهذه المياه تتساقط ولكن تأثيرها تأثيرات ضعيفة جدا على الزراعات القائمة بالفعل. لا يوجد تأثير على الزراعات؟ ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، غير مؤثرة. التأثير على الإنسان كمياه شرب؟ لا، هو حضرتك عشان كثير من الناس ما يعرفوش ان الأمطار هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب في العالم، بحيث ان هي بدري الانهار هي نتيجه امطار متساقطه على الجبال، وكما بالنسبه لنهر النيل على الهضبه الاثيوبيه او الهضبه الاستوائيه ويجد التماس. لكن تراكماتها تراكمات محدوده جدا بالنسبه لمياه الشرب، وعموما في العالم كله معظم الدول الناميه وحتى بعض الدول المتقدمه يتم خلط المياه النقيه ببعض المياه الملوثه ولاستخدامها نتيجة عدم الوفرة المالية أو نتيجة الاحتياج الشديد لمصدر المقبول كمصدر من مياه الشرب أو الزراعة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد فوزي دياب، خبير الموارد المائية بالأمم المتحدة.